السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على كازاكو بوان كوم. الفيديو ديال اليوم هو تتمة الفيديوهات ديال الأعداد العقدية. غتشوف الفيديو ديال اليوم مفهومين جديدين، وهو المرافق والمعيار. أول حاجة، اش كنقصدو بالمرافق؟ حنا عارفين بأن كل شكل أو لا كل عدد عقدي يكتب على شكل A زائد إب مع A و B أعداد حقيقية، وقلنا أن هذه الكتابة كتسمى الشكل الجبري. حنا كتعريف نحط واحد العدد زد، زد بريم، اللي هو أ ناقص اي بي، يعني ان عوض بي غنديرو ناقص اي بي. هذا كنسميوه مرافق العدد زد، كما المرافق اللي موالفين كتشوف، يعني ان واحد من الاعداد كنبدلو ليه الاشاره. بينما هنا في الاعداد العقديه المرافق عندنا هو ملي هاد العدد اللي مضروب في اي هو اللي كتقلب ليه الاشاره ديالو، يعني الجزء التخيلي كيولي سالب اذا كان موجب كيولي سالب، ولا كان سالب كيولي موجب. يعني ان العدد ناقص ا زائد اي بي ماشي مرافق. المرافق هو اللي كيكون اي كتقلب ليه الاشاره. يعني مثلا عندي 2 ناقص اي هو زد، فالمرافق ديالو هو زد بريم اللي كيساوي 2 زائد اي. هم يعني إشارة ديال الجزء التخيلي كنقلبوها. إلى جينا للمبيان، مبيانيا بغينا نمثلو المرافق. فرضا أن هذا عندي واحد نقطة نائم للحق ديالها زد، بحيث زد هو أ زائد إي بي، فإن مبيانيا هاد النقطة هنايا في قيمة تكون هي أ، لأن هنا قلنا الجزء الحقيقي. بينما النقطة هنا غتمثل قيمة بي، لأن هنا قلنا كيمثل لنا الجزء التخيلي. حنا إلا بغينا أ ناقص إي بي، فإن هنا غندير العكس، يعني تولي ناقص إي بي هنايا، وبالتالي النقطة اللي تولي عندي هنا، هنا غتمثل ليا النقطة إم بريم، اللي هي نقطة ديال تقول المناسبة أو لا النقطة المقارنة للمرافق زد بريم اللي كيساوي أ ناقص إي بي. وبالتالي نقدر نقولوا الى لاحظتوا ان هذه المتجهه هذه وهذه المتجهه هذه متماثلتان بالنسبه للمحور ار، ار اللي قلنا محور الاعداد الحقيقيه او لا محور الافاصيل اللي عندنا هنا في الشكل. هذا فيما يخص تمثيل المبياني للمرافق. يعني ندير نقطه بغيت المرافق ديالها كرسم المماثل ديالها بالنسبه لمحور الافاصيل. دابا نقدر نستنتجو بزاف العلاقات اللي كتربط المرافق و العدد الاصلي ديالو. الى خديت زد اللي كيتكتب على شكل ا زائد اي بي، اذا زد بريم غادي تكتب على شكل ا ناقص اي بي. الى جينا جمعنا المرافقين، يعني درنا زد زائد زد بريم، هتجيك هي ا زائد اي بي عامل لي ا ناقص اي بي، عفوا زائد ا ناقص اي بي. هذه مع هذه غتمشي غتساوي هي 2 ا، و ا قلنا ماذا يمثل؟ هو الجزء الحقيقي، يعني غيال ديال زد. وبالتالي فان العدد مجموع العددين العدد زائد المرافق ديالو كيساوي ليا جوج مرات الجزء الحقيقي. الى خدينا زد نقصنا منه زد بريم، فبنفس الحساب غيعطيني 2 اب، يعني ضعف ديال ليماجينير، عفوا ضعف ديال ليماجينير ديال زد. هذه العلاقة الثانية. إذا درنا الجداء ضربنا زد في زد بريم، يعني نديرو أ زائد إي بي عامل لي أ ناقص إي بي. هنا متطابقة هما كتقول لي هو أ أس 2 زائد بي أس 2، يعني نقدر نكتبها هي لابارتي غيال أس 2 زائد لابارتي إيماجينير، يعني جزء حقيقي زائد الجزء التخيلي أس 2. وانطلاقا من هذه العلاقة هذه كنعرفوا ولا كنجيبوا التعريف ديال المعيار. كنقولوا المعيار وكنرمزوا ليه بحال القيمة المطلقة ديال زد، هذا ماشي قيمة مطلقة انما معيار العدد زد، هو العدد جذر زد في زد بريم، بحيث زد بريم هو مرافق العدد زد.
يعني الا زاد كتكتب على الشكل ديال ا زائد اي بي، فان المعيار ديالو كما شلنا قبيله هو الجذر ديال ا اس 2 زائد بي اس 2. هندسيا هذا المعيار فهو اللي كيمثل لي المسافه من النقطه او حتى النقطه ام، يعني هذه المسافه هذه فهي اللي كتمثل لي المعيار ديال زد. يعني المعيار ديال زد كما قلنا راه هو جذر زد في زد بريم، او لا جذر ا اس 2 زائد بي اس 2. اننا تقدروا باش تخرجوا هذه المثلث هذا طبقتوا مبرهنه فيثاغورس، عندي هنا ا عندي هنا بي، هذا هو الوتر، الحساب ديالو هو جذر ديال ا اس 2 زائد بي اس 2. هذا العدد زد اللي هو المرافق حنا غالبا كنرمزو ليه بزد بار، كدير بار الفوق نسبة الى مرافق العدد زد. ملي كتشوفو انا كاتب زد بريم راه في الدرس هي زد بار، مفهوم؟ الان بعض الخاصيات، تشوفوا الان بعض الخاصيات اللي متعلقة بالمعيار. الخاصية الاولى معيار ديال زد اذا كان كيساوي صفر فهذا يكافي ان العدد زد كيساوي صفر، تقدر نقول على الاقل الاولى كبرهان سهل. عندي المعيار ديال زد قلنا كيساوي هو جذر ا اس 2 زائد بي اس 2 كيساوي صفر، اذا هذا يعني ان ا اس 2 زائد بي اس 2 كيساوي صفر، ده يعني ان ا كيساوي بي كتساوي صفر، لان ما يمكنش عددين موجبين كيساوي صفر الا اذا كانوا هما صفر، مفهوم؟ العلاقة الأولى سهلة ما فيها شي حاجة. خاصية تانية كتقول أن المعيار ديال زد هو المعيار ديال ناقص زد، هذه نقدرو نبينو عليها بطريقة سهلة، لأن إلا خديتي ناقص زد يجيك هو ناقص أ ناقص إي بي. إذا بغيتي تحسب المعيار ديال ناقص زد غدير هو جذر ناقص أ أس 2 زائد ناقص بي لكل اس 2 اللي كيساوي هو جذر ا اس 2 زائد بي اس 2 اللي كيساوي المعيار ديال زد، وهذا كيساوي ليا تاني هو المعيار ديال المرافق ديال زد، لان نحسبوا المعيار ديال المرافق ديال زد قلنا زد كيساوي هو ا ناقص اي بي المعيار طبعا المرافق طبعا، اذا المعيار ديال المرافق اجي هو جذر ا اس 2 زائد ناقص بي اس 2 اللي غيساوي ليا هو جذر ا اس 2 زائد بي اس 2 اللي غيساوي ليا هو المعيار ديال زد. العلاقه الثالثه اللي عندنا هو ان المعيار ديال زد في زد بريم كيساوي هو المعيار ديال زد في المعيار ديال زد بريم. العلاقة الرابعة فقسمها، إلا عندي المعيار ديال زد على زد بريم فكيساوي لي المعيار ديال زد على المعيار ديال زد بريم. وأخيرا هذه كنبداو من العلاقة ديال المسافات، أن المعيار ديال زد زائد زد بريم كيكون دائما أصغر من المعيار ديال زد زائد المعيار ديال زد بريم. هادو كنخلي لكم نتوما تبرهنوا عليهم لان نتوما راه ساهلين فيهم غير حساب. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الدرس ديال اليوم، عرفتوا شنو هو المرافق وشنو هو المعيار. كنضرب لكم موعد جديد ودرس جديد على كيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.